سلام صبايا، اليوم أنا رح أشتغل هاي الطاقية، كتير حلوة وناعمة وبنفس الوقت سهلة، ما بتاخد وقت، بسرعة بتصير. هي غرزة واحدة ونحن عم نكررها. طبعا أنا استخدمت خيط فيه عدة ألوان وعطاني هذا الشكل. هي الطاقية من عمر 9 شهور لعمر السنة أنا عملتها، وطبعا خلال الفيديو موجود شرح لكل الأعمار إذا حابين نعمل بنفس الشكل الطاقية. الصبايا اللي عم يشوفوني أول مرة بتمنى تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. خلونا نبدأ صبايا. رح نحتاج لمقص، لإبرة، لسنارة، أنا رح أستخدم سنارة مقاسها 5 ملم. وبالنسبة للخيط، هذا الخيط 100% أكريليك وهو 85 جرام. بالبداية رح أعمل العقدة، بعدين رح نرتفع 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. بدنا نرجع لعند تاني سلسلة ورح نعمل غرزة الحشو لحتى نوصل لعند أول سلسلة، وحيكون معنا 6 غرز حشو. عملت 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. هلا بدنا نرتفع سلسلة وحندور بالشغل. تمام، هون الغرز عند أول غرزة، هون بالحلقة يلي ورا رح نعمل غرزة حشو، هذا السطر الثاني، وحنكمل بالحلقة يلي ورا غرزة حشو، كمان حيكونوا 6 غرز. هون بقيان غرزتين، طبعا هذا السطر الثاني رح نكرره، 6 غرز حشو، سلسلة ندور بالشغل، مو عند هاي السلسلة، عند أول غرزة حشو هون رح نعمل بالحلقة يلي ورا غرزة حشو، ودايما بكل سطر حيكون في معنا 6 غرز حشو. وهيك وصلت لعند آخر غرزة وهي غرزة حشو. حنكرر هذا السطر الثاني. طبعا اذا كنا عم نعمل مقاس اكبر يفضل انه نزيد سلسلة. صبايا انا هون سجلت المقاسات، حرف الا هون، تمام، هون 3 شهور، 6 شهور، 12، 36 شهر، 10 سنين، وهون مراهقين، وهون نساء ورجال. انا رح اشتغل لل 12 شهر يعني سنة، رح كمل اعمل اسطر لحتى اوصل لل 43 سنتي. إذا عم نعمل لغير مقاس نشوف قديش سنتي لازم نكمل. صبايا أنا كررت السطر لوصلت ل 43 سنتي، طلعوا معي 59 سطر. تمام، هلأ هون عند آخر غرزة بدنا نقرب الطرفين على بعض بهالشكل، تمام، وبعدين رح ندخل السنارة بأول حلقتين، وهون بالطرف الثاني اول حلقتين، وحنحط الخيط نخبيه ونعمل غرزة الحشو. كمان رح نكمل للست غرز الموجودين، هاي تاني غرزة، 3 4 5، وهون آخر غرزة 6 غرز. هيك صار معنا، تمام، هذا الشكل حيصير معنا. هلأ بدنا نقلب الشغل. بعد ما قلبنا الشغل رح نعمل سلسلة، وبنفس المكان رح نعمل غرزة نصف عمود. معنا 59 غرزة، فحنعمل 59 غرزة نصف عمود. هذا سطر
وهون سطر. فعند هذا السطر رح ناخد هون فوق خيطين نصف عمود. هذا السطر يلي بعد منه فينا ندخل بالفراغ هون أو بالعقدة يلي فوق. هاي السطرين اللي بعد منها. هذا السطر هون فوق. والسطر اللي ناحو هون. يا أما بهذا الفراغ يا أما بالعقدة اللي بتفضلي. ومنكمل بنفس الطريقة لحتى يصير معنا 59 غرزة نصف عمود. بس لخلص برجعكم صبايا. صبايا انا كملت غرزة النصف عمود تمام، وطلعوا معي 59 غرزة. هون عند اول غرزة نصف عمود عملناها رح نعمل المنزلقة. رح نرتفع السلسلة وحندور بالشغل. هاي اول غرزة نصف عمود تمام. هون رح نعمل غرزة نصف عمود من الحلقة يلي ورا تمام. مو هون الغرز، هاي الغرز، هاي حلقتين. الحلقة يلي ورا رح نعمل غرزة نصف عمود بالحلقة اللي ورا، وحنكمل غرزة نصف عمود لحتى نوصل لعند آخر السطر، وحيكون معنا 59 غرزة نصف عمود. بس خلص برجعكم صبايا. صبايا وصلت لعند آخر السطر الثاني، وهذا الشكل اللي حيصير معنا. هون عند أول غرزة نصف عمود رح ندخل السنارة وبدنا نعمل المنزلقة. بعدين حندور بالشغل ورح نرتفع السلسلة تمام. بنفس المكان رح نعمل أول غرزة نصف عمود بالحلقة يلي ورا، وحنكرر بنفس الخطوات بالحلقة يلي ورا غرزة نصف عمود. هاي هن الغرز بالحلقة يلي ورا غرزة نصف عمود. لنوصل لآخر السطر. صبايا وصلت لعند آخر السطر الثالث، وهذا الشكل اللي حيصير معنا. هلأ هون عند أول غرزة نصف عمود رح نعمل منزلقة، حندور بالشغل نعمل سلسلة، وبنفس المكان بالحلقة يلي ورا رح نبدأ بأول غرزة نصف عمود، ورح نكرر نفس الخطوات اللي اتبعناها بالسطرين اللي قبل تمام. صبايا هون بالجدول موجود المقاس طول الطاقية حرف البي. نشوف اي مقاس. انا لمقاس السنة فحاشتغل 19 سنتي، وهي باقي المقاسات. فحكمل انا اخر سطر، بس قبل ما وصل ل 19 سنتي بتقريبا 4 سنتي، يعني هون 19 طول الطاقية تقريبا ل 16 رح وقف، لانه باخر الاسطر رح نعمل تناقص. انا رح كمل لحتى وصل ل 16، وبعدين بالباقي بدنا نعمل تناقص. فهلا رح كمل ل 16 سنتي. بس لخلص برجعكم صبايا. صبايا انا كررت النصف عمود لوصلت ل 16 سنتي. هلا السطرين بدنا نكررهم بنفس هاي الطريقه. هذا أول سطر رح نعمل سلسلة وحندور بالشغل، وعند أول غرزة بالحلقة يلي ورا رح نعمل غرزة نص عمود. هاي واحد، الغرزة اللي بعد منها هاي اثنين، بعدين بالغرزتين يلي بعد منها رح نعمل تناقص. نلف الخيط وندخل بأول غرزة بالحلقة اللي ورا، نلف الخيط ونطلع، منرد منلف الخيط وندخل بالحلقة يلي بعدها، منلف الخيط ونطلع. عنا خمس حلقات، نلف الخيط ونطلع من الكل. وحنكرر الخطوات. اثنين غرزة نصف عمود، واحد اثنين،
وبعدين بالثالثة وبالرابعة رح نعمل تناقص، كله هاد بالحلقة يلي ورا. واحد، اثنين، وبالثالثة والرابعة رح نعمل تناقص. تمام؟ رح نكرر الخطوات لآخر السطر. برجعكم صبايا. صبايا وصلت لعند آخر السطر وهذا الشكل رح يصير معنا. هلأ هون عند أول غرزة نصف عمود رح نعمل منزلقة والسلسلة وندور بالشغل، وحنكرر نفس الخطوات اللي عملناها بالغرزة اللي قبل. بالحلقة اللي ورا أول نصف عمود، اللي بعدها تاني نصف عمود، بالثالثة والرابعة رح نعمل تناقص. رح نكرر الخطوات لنوصل لأول غرزة. صبايا وصلت لعند آخر غرزة وعملت غرزة نصف عمود واحدة وهذا الشكل حيصير معنا. وعند أول غرزة نصف عمود رح نعمل منزلقة، بعدين رح نرتفع السلسلة وندور بالشغل. هلا بدنا نعمل تناقص بكل غرزتين، حلف الخيط نطلع، وهي تاني غرزة، كل اثنين مع بعض اللي بعد منه. واحد، اثنين، بالحلقة يلي ورا. واحد، اثنين، حنكمل هالخطوات لنوصل عند أول غرزة عملناها. صبايا وصلت لعند آخر غرزة تناقص وهذا الشكل اللي حيصير معنا. هلأ هون عند أول غرزة تناقص رح نعمل المنزلقة، رح نعمل سلسلة وندور بالشغل. هلأ كمان بالحلقة اللي ورا حنعمل غرزة تناقص بس غرزة الحشو، نلف الخيط ونطلع، منلف الخيط ونطلع، منلف الخيط ونطلع من ثلاث حلقات بهالشكل، منلف الخيط نطلع من الكل. بالحلقة يلي ورا منلف الخيط نطلع من الكل. صبايا أنا عملت تناقص بغرزة الحشو، وهون عند أول غرزة عملناها رح نعمل منزلقة، بعدين سلسلة ونقص خيط طويل، تمام. صبايا أنا ضميت الإبرة وهو مكان الفضة يلي بقي، تمام. رح ندخل من الحلقة يلي ورا بهالشكل. آخر شي صبايا بدنا نشد الخيط منيح لحتى تسكر هاي الدائرة يلي فوق. هاي الطابة بتيجي مع خيط، أنا هلأ رح ركبه فوق ورح خبي الخيطان. برجعكم صبايا. صبايا أنا ركبت الطابة وخيطها وهذا الشكل النهائي، وهي الخيط يلي بقي من الكبكوبة اللي بالبداية. بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا بالفيديو. سلام.